إذن وللحديث حول رسالة التهديد التي وصلت إلى رئيس بلدية الخليل الأستاذ داود الزعتري ينضم إلينا عبر الهاتف من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية الأستاذ داود الزعتري. أستاذ أو دكتور الزعتري، مساء الخير. مساء الخير. نعم، ما حقيقة رسالة التهديد التي وصلتكم بالقتل من قبل منظمة تدعى بولسا إدينورا؟ الواقع أنه وصلنا رسالة أول أمس من منظمة تدعى بولسا إدينورا من أمريكا، من نيويورك. نعم. وأتت إلى بلدية الخليل عبر البريد الإسرائيلي مرورا بمدينة يافا. نعم. وطبعا تم التعامل مع الرسالة بشكل طبيعي وتنفتحها، وفوجئنا بأن مضمون هذه الرسالة ومحتواها يقول أن هيئة من القضاء يعتبروا أنفسهم قضاء من هذه المنظمة، يقولوا أنهم حكموا على رئيس بلدية الخليل بالموت، هو وأتباعه ومن يعاونه ومساعده، بحجة أن رئيس البلدية شارك بمسيرات في فترة معينة، ويعتقدوا أن هذه المسيرات كانت موجهة لمعاداة السامية ومعاداة دولة إسرائيل كما يدعون في الكتاب. طبعا هذا أمر افتراء وكلام غير يعني عالي عن الصحة. بالنسبة نحن كشعب فلسطيني وكمسؤولين نشارك في مسيرات للنضال للحصول على حقوقنا وإنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا. نعم دكتور زعتري، يعني من خلال هذا الموضوع ما مدى جندية البولسا إدينورا تلك بتنفيذ هذا التهديد الذي أرسلته عبر هذه الرسالة؟ يعني هذه أنا نحن لا ندري هذه الجمعية أو هذه الهيئة أو هذه المؤسسة، هي يعني واقع الواضح يعني أنه تقدمنا نحن بشكوى رسمية من خلال الشرطة الفلسطينية والارتباط العسكري الفلسطيني. نعم. شكوى سيتم رفعها للجانب الإسرائيلي لتحري عن هذه الهيئة أو المنظمة، واللي طبعا من يحكم على رئيس أكبر بلدية في الوطن بالموت، فبالتأكيد هؤلاء إرهابيون وهؤلاء يعني أناس خارجون عن القانون يعني بكل معنى الكلمة، ونحن من حقنا طبعا ملاحقتهم قانونيا، وهنالك أيضا متابعة أمنية وسياسية من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية لهذه الجهات للتعرف عن مصدر هذه الرسالة. نعم. والدكتور داود، حتى هذه اللحظات لم تتلقوا أي تعليق من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي؟ حتى اللحظة لم نتلقى أي تعليق، لأننا بانتظار أن يتم فتح ملف تحقيق من يشارك في جانب الفلسطيني أيضا. نعم، رئيس بلدية الخليل الدكتور داود الزعتري، كنت معي من محافظة الخليل، شكرا جزيلا.